اليوم كنت في ضيافة مزارعة ما تقدرون إلا أنكم تحسون بالبهجة في حضورها، المزارعة غدير. دخلت عالم الزراعة بدون أي تخطيط مسبق، ولكن بالصدفة وصلني إعلان عن الدورة الزراعية، والحمد لله التحقت فيها. ومن يومها أنا حياتي تغيرت، بالفعل تغيرت. نشاطي صار من نوع آخر، وشفت الأشياء كلها بنظرة ثانية، والجمال صار يحيطني من كل مكان. الصبح عندي صار له طعم مختلف، صرت أحرص أني أقوم عقب الفير أطمن على نباتاتي، وأشوف موضوع التلقيح، وأطمن على وجود النحل. أول ما أقعد الصبح أفتح دريشتي وأشوف الحديقة، شيء يعني يفرح ويسعد القلب، شيء حلو وايد، لأن هذا المكان كان بالسابق هي سكة يم بيتي ومهملة، ما فيها ولا شيء، ما عدا إلا ثيل وكونكاربس، ولا حتى مستفيدة منها بشيء. ولكن لما دخلت عالم الزراعة تحولت إلى جنة، وأستمتع مجرد أني حاطة كرسي وأشرب قهوتي مجابلة هذه الحديقة. حتى بيتي من داخل تغير، لمسات صارت فيه ما كانت موجودة من قبل. صدق أني أحب الورد من قبل، ولكن كنت أشتري الورد. حاليا أنا أطلع الحديقة وأحصد، أحصد خضروات، أحصد نباتات، أحصد زهور، بعضها أستخدمها للزينة مثل الذرة، إذا جففناها نستخدمها مثل القرع لأنه يتحمل أنه يظل فترة طويلة، فأزين فيه الزهور. الزهور كلها نقدر نزين، وكل ما نقطف الزهور أكثر كل ما تنتج لنا أكثر. بالنسبة للزهور صرت أشوف الزهور بنظرة مختلفة تماماً. في السابق لما كنت أمر على ماري جولد بالفعل لا تعني لي شيء، ولكن الحين أحرص عليها لأن فيها فايدة للحديقة، ولأني قمت أشوفها بنظرة أخرى، صارت حلوة وايد بعيني. أحب وايد أحصد من الماري جولد، وأحصد من الأقطف من الماري جولد، وأقطف من الزينيا وأزين فيهم البيت. حتى شاي العصر صار مختلف، صار مو الشاي العادي اللي الكل يشربه. احنا زارعين هني النباتات العطرية، وكل يوم اقطف منها تشكيلة. حتى زوجي يقول لي كل يوم نبي الشاي بطعم مختلف، وبالفعل صرنا نستمتع في فترة الشاي وايد. يعني مثلا ممكن اسوي الشاي في زهرة الليمون بالم، وهي زهرة وهي نبتح وايد حلوة، وانا توني اعرفها، ما كنت اعرفها من قبل. الليمون جراس، روزماري، النعناع طبعا مثل كلنا نعرفه، والحبق كلنا نعرفه. العطرة أنا كنت أعتبرها بس نبات للزينة، ولكن توني أعرف إن هي ممكن نشربها كشاي، فالشاي صار له طعم مختلف. الصراحة من الأشياء الحلوة وايد إن إحنا كل يوم أكو طبق فريش حاصدينه من الحديقة، وأهم طبق بالنسبة لنا طبعا السلطة. السلطة مكوناتها سهلة جدا، بإمكان الكل إنه يزرع ورقيات. فتخيلوا إن سلطتكم من بيتكم فريش وهيلثي، وما فيها أي مبيدات ولا فيها أي مواد ضارة، وايد راح يفرق عليكم الطعم. بالإضافة إلى السلطة، الأطباق الرئيسية، الأطباق اللي فيها أنواع من الخضروات اللي ما كنا نعرفها بالسابق، مثلا الكوسة. الكوسة ما كنا نعرف إلا الخضرة مالت الجمعية. حالياً الكوسة أكو ثلاث أنواع، ثلاث أربع ألوان، يعني أنا زارعة ثلاث أنواع، طبعاً هو في أكثر أو أربع أنواع تقريباً زارعة، والألوان تينن، تدرجات الأخضر، تدرجات الأصفر، هذا كله ما كنا نعرفه. فوايد حلو الطبق لما نقطف من الحديقة ونطبخه، وبدون وصفات. سبحان الله، الواحد تطلع للأفكار مجرد ما هو يكون بالحديقة، يقول خل أخلط هذه الأوراق مع هذه الخضار، وتطلع شيء عجيب لأنها فريش أكيد. الخيار مثلاً من الخضروات اللي مو سهلة، وغالباً تزرع في المحميات
لصعوبتها لأنها وايد معرضة للآفات والأمراض والحشرات، ولكن إحنا نحاول إن إحنا نزرعها ونعطي نفسنا حق التجربة ونستمتع فيها. متى ما هي تعبت خلاص إحنا نكون الحمد لله حاصدين منها. وعلى فكرة يعني أنا مسوية منها وايد مخلل غير اللي أكله كل يوم بالسلطة، فالحمد لله يعني الإنتاج مكفينا وزيادة، وغير هذا نوزع منه بعد. من الأشياء اللي أستمتع فيها جداً وقت الحصاد تنسيق السلة، سلة الخضروات والورقيات، وايد أستمتع في تنسيقها وتوزيعها. طبعاً لما أعطيها أي شخص أعطيها الشخص اللي فعلاً أحس إنه يقدر هذا الشيء، يهتم ويستانس بكل جزء في هذه السلة. وحتى الناس يعني لما أعطيهم هذه السلة ردت فعلهم عجيبة، كأني معطيتهم هدية وايد قيمة. هي بالنسبة لي أنا وايد قيمة، ولكن الحمد لله أن الكل فعلا مقدر قيمتها. عالم الزراعة دخلني إلى عوالم أخرى، يعني هو عالم ممتد. مثلا أشوف الناس من الزراعة يدخلون في تربية الدواجن، يدخلون في تربية النحل وهكذا. أنا بالنسبة لي دخلت عالم الكومبوست، وهو عالم وايد حلو استمتعت فيه كثيرا، يعني خاصة إنه يعني فعلت فيه مفهوم إعادة التدوير. مخلفات المطبخ عندي اللي كنت أتخلص منها وما لها أي قيمة عندنا، الحين هذه المخلفات صرنا نعيد تدويرها وتنتج لنا كومبوست مغذي للتربة، مغذي للنبات، وأنا صرت خلاص ما لدى عني أشتري أي مغذي للنباتات عندي. فحتى مثلاً كشور البيض اللي كنا نرميها، القهوة الزايدة عندنا نرميها، الأوراق الزايدة كلها استفدنا منها. من المغذيات مثلاً اللي أحرص عليها غير الكومبوست اللي أسويه بالبيت، أني أسوي شاي سماد الدود. هذا شيء يعني ما كنت أعرفه تماماً قبل الزراعة، وبعد ما دخلت عالم الزراعة اكتشفت أن هذا الشاي وايد مفيد، وهو حتى يعتبر كوقاية من الأمراض. فوايد أحرص أني أسوي، وإما أسقي فيه نباتاتي أو أرش فيه الورق. من الأشياء الحلوة اللي فهمتها عقب ما دخلت عالم الزراعة، أو الأشياء الغريبة اللي ما كنت فهمتها على أرض الطبيعة ولكن كنا ماخذينها بالمدرسة كمعلومات وكنا حافظينها وحافظين رسمة الزهور، ولكن مو فاهمين بالضبط شلون يتم التزاوج بين الزهور الذكرية والزهور الأنثوية. فهذا شفته فعلياً على أرض الواقع، وسبحان الله يعني هذا تطبيق واضح للآية: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ما كنت فاهمة شنو يعني مما تنبت الأرض، ولكن بعد ما دخلت عالم الزراعة فهمتها يعني وشفتها قبال عيني تتحقق. لما النبتة بالبداية تطلع الزهور الذكرية، والزهور الذكرية راح تجذب كل النحل والملقحات، وفيما بعد تنتج الزهور الأنثوية، وفيما بعد يتم التلقيح في طريقة طبيعية بقدرة الله. فيعني هذا شيء لازم كلنا نتأمله ونعيشه. زيارتي حق غدير بهاليوم خلت الابتسامة ما تفارق وجهي طول يومي. السعادة تعدي ترى، وغدير من النماذج اللي فعلاً طبقت مفهوم السعادة بالزراعة. جربوا أنتوا تطبقونه بعد.